خلال تواجدنا في محفل MWC العالمي لهذه السنة، لفت انتباهنا شركة تزويد الخدمات إريكسون بمشاريعها المستقبلية وحلولها العملية للتحديات التي تواجهها الشبكة مع موجة رقمنة المجالات الحالية، لنلقي نظرة على أهم مشاريع الشركة السويدية. رقمي تي في للمطورين. شركة فونيج التابعة لإريكسون تعمل على توفير API الخاص بشبكات 5G للمطورين بطريقة سهلة، وتستثني كل التشعب والتعقيدات التي قد تكون صعبة على مطوري التطبيقات والمواقع التعامل معها. API هو مفهوم برمجي يطلق على تقنية التواصل بين برنامجين أو أكثر تسهل على المبرمج الوصول للبيانات. فونيج على علم بأن مبرمجي شبكات 5G قليلون، والمطورين بشكل عام لا يحتاجون فقط الاستفادة من سرعة الشبكة العالمية في تحسين تجربة الاستخدام وتطوير خصائص مدرجة في مشاريعهم، لذا تبعد كل المسائل المعقدة عن المطور وتجعل العملية أكثر سهولة له. تسييل خدمة 5G لحياة أفضل. مخططات إريكسون المستقبلية تهتم أيضا بالبيئة. الشركة منذ بداية العقد الحالي تعمل على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 90% حتى 2040، ثم سيتم التخلص من 10% المتبقية عن طريق الإزالة الدائمة، ومن ثم الاستمرار حتى 2030 بالتقليل من استخدام الكربون في منتجات الشركة باختيار التصميم المناسب وخامات التصنيع الودودة للبيئة واعتماد كل الطاقات المتجددة للتخلص من شبح التغير المناخي. هذه الاحتياطات لن تعمل بها إريكسون وحدها، بل حتى موردو القطع والعتاد سيتبعون نفس المنهج. في تسييل شبكات الجيل الخامس، مع وجود 230 شبكة 5G في الخدمة التجارية ومليار اشتراك 5G حول العالم، يدخل مقدمو الخدمات مرحلة جديدة في خطة تسويق خدمات 5G الخاصة بهم. إريكسون في المحفل تقدم طرقا عملية لمقدمي الخدمة لتعود عليهم بعائدات مهمة مثل صلاحية فيكسد وايرلس، ففي أمريكا فقط ارتفع مشتركو هذا النوع من الخدمات من 400,000 إلى 4,000,000 في عام واحد فقط. الشراكة مع انتل. كشفت الأخيرة النقابة عن الجيل الرابع من معالجي إكسون بتكنولوجيا فيران بوست، تساعد التكنولوجيا على معالجة ضعف المعلومات والموارد المستقبلة بنفس الطاقة الاعتيادية وتوفير أكثر من 20% منها. جاء هذا التعاون مصاحبا لنظرة إريكسون المستقبلية في تسهيل رقمنة كل المجالات والوصول السريع للخوادم السحابية وضبط كل المهام وخطوات المعالجة لتتم أوتوماتيكيا. هذا لا يمكن أن يحصل إلا بوجود خوادم وأجهزة بمعالجات تحمل خصائص تحقق هذه الغاية. أخذناكم في جولة صغيرة للتعرف على مخططات ونظرة إريكسون المستقبلية في تسييل شبكات الجيل الخامس وكيفية استغلالها في رقمنة المجالات وتوجيهها نحو السحابة مع توفير خدمات API للمطورين تسهل عليهم التعامل مع خصائص 5G وتسييرها في تطوير تطبيقاتهم ومشاريعهم. أيضا ألقينا نظرة على التعاون مع إنتل في تصنيع معالج قادر على معالجة نسب أقوى من المعلومات دون استهلاك طاقة أكثر. وأخيرا شاهدنا كيف أن كل ذلك يتم داخل إطار لا يضر بالبيئة، بل بالعكس يتجه نحو مسار يحد من كابوس التغير المناخي. شاركونا آراءكم أسفل في مكان التعليقات. اللايك والشير مجاني لدعمنا على تقديم الأفضل.